السلام عليكم. في المحاضرة دي احنا هنتكلم عن بقية الديزاين. احنا بدأنا المرة اللي فاتت بنتكلم عن الـ Unreinforced Masonry، ده بقى الديزاين بتاع الـ Reinforced Masonry، ولكن احنا مش بس الـ Walls هي اللي فيها Reinforcement، ممكن يكون في Element تانية زي الـ Beams وزي الـ Lanterns، الـ Lintel اللي هتبقى فوق الفتحات. فإن شاء الله نبدأ كده. دلوقتي احنا بس هنراجع الفيرست برينسيبل بتاعه الكروس سيكشن الرينفورسد. فلو احنا عندنا رينفورسد كروس سيكشن فيه ستيل كده باريا معينه، جزء منه هيبقى كراكد والجزء الثاني ان كراكد. فسيكشن الماسونري ده لو كان ده الدبث هيبقى من اول سنتر السيخ لغايه نهايه الكومبريشن زون اللي موجوده في اخر القطاع. وبالتالي احنا بنحسب للقطاع دوت شويه حاجات. طيب الجزء الكومبريشن ده هيبقى قد ايه على حسب كمية الاريا اوف ستيل والنسبة بتاعتها بالنسبة للاريا بتاعت القطاع الماسونري كله. هيبقى الجزء الكومبريشن ريشيو هنسميها كي مضروبة في الدبث كله اللي هي سي في الخرسانة يعني، لكن هذا دي جزء الكومبريشن. طبعا جزء الكومبريشن زي ما انتم عارفين كده هيبقى زيرو عند النيوترال اكسس، ومثلث كده الماكسيموم بتاعه هنا في الماكسيموم كومبريشن زون. لو ديت كده الجزء الكومبريشن، وبالتالي احنا عندنا هنا السمشن بتاع الكومبريشن فورس في التلت الكروس المثلث ده من فوق، وبالتالي هتبقى المسافة من اول الكومبريشن لغاية التنشن هي تبقى نسبة من الدي اللي هي كنا بنسميها احنا قبل كده في الخرسانات واي سي تي، دي هتبقى نسميها جي في دي. يبقى بالتالي التو كونستانتس دول الكي هي الكي دي هي الجزء بتاع الكومبريشن، الجي دي هي المسافة ما بين الكومبريشن فورس والتنسايل فورس الموجودة في الكروس سكشن. فخلينا نكون احنا بنراجع ازاي. احنا في الاول كنا بنحاول نحسب مكان نيوترال اكسس، فكنا بنقول ان الاس ان في الاريا بتاعت الكومبريشن والاريا بتاعت التنشن حوالين النيوترال اكسس المفروض تبقى بزيرو، ولكن الاريا بتاعت الستيل المفروض تتحول على حسب الريشيو اللي ما بين يانجس مودولس اوف ستيل ويانجس مودولس اوف البريتل ماتيريال اللي هي الماسونري في حالتنا هنا. وبالتالي هيبقى الاريا اوف ستيل مش هتحط اريا لوحدها، هتبقى تحط الاريا مضروبه في ان. طيب نحسب الاس ان في بتاعت الكروس سكشن المستطيل ازاي. هتبقى العرض ده مضروب في الارتفاع، الارتفاع اتفقنا ان هو كام؟ كي اف دي. يبقى بي في كي دي ده الاريا. طيب الاريا دي عشان اجيب الفيرست مومنت في اريا هضرب من اول في المسافه ما بين السنتر بتاعها للسنتر بتاع الاريا اللي هو كي دي على 2. فكده دوت الاس ان في بتاعت الجزء الماسونري. الستيل بقى الاريا اوف ستيل في المسافه ما بين الستيل للسنتر لاين، المسافه ما بين الستيل لفوق خالص هي الدي، والمسافه ما بين الستيل والحته دي هتتجاب من هي دي ماينس الجزء بتاع الكي دي. يبقى كده دوت حسبنا ده بيساوي ده، والمفروض نساويهم ببعض نطلع قيمة الكي. ولكن في معظم الكروس سيكشنز الماسونري الكي بتطلع بالتقريب ما بين 0.3 ل 0.4 لو حسبتها باحتمالات كتير جدا، لان في ليميتيشن للتسليح والكلام ده، واحنا في كل الاحوال بناخدها 0.3 تسهيلا للحسابات. فالخطوة دي في المعظم مش بنعملها، بناخد الكي على طول ب 0.3. طيب بعد ما بيجيب المكان السنتر لاين بعمل ايه؟ هحسب الانيرشيا بتاعت القطاع ده، وطبعا الانيرشيا دي هتبقى الانيرشيا حوالين السنتر لاين او النيوترال اكسس، وهتبقى الانيرشيا دي هي مجموع الانيرشيا بتاعت الجزء الماسونري مع الانيرشيا بتاعت جزء الستيل. طب الجزء الماسونري الانيرشيا بتاعته كام؟ بي اتش كيوب على 12 بس البي المره دي العرض في المسافه بتاعت الكي دي. لو قسمنا على 12 هنجيب الانيرشيا حوالين السنتر بتاعها هو نفسه، فبالتالي احنا هنقسم على 3 عشان نجيب الانيرشيا عند الطرف اللي هنا بدل ما نجيب الانيرشيا في النص ونرجع نحول يعني. يبقى بي في كي دي كيوبد على 3 نجيب الانيرشيا بتاعت جزء الماسونري في الحته بتاعت النيوترال اكسس بلس الانيرشيا بتاعت الستيل. الانيرشيا بتاعت الستيل حوالين السنتر لاين بتاعه تقريبا صفر لانه هو نقطه صغنطوطه جدا. طيب النقطه الصغيره دي ما لهاش انيرشيا حوالين نفسها لكن ليها انيرشيا كبيره جدا لو حاولنا ننقلها عند السنتر لاين. فنحاول نشوف الانيرشيا بتاعته بقى لما نيجي ننقله بتساوي ايه. الاريا في المسافه دي سكوير. طيب الاريا دي لازم نحولها الاول بقيمه الان
اللي هي الفرق ما بين يانج سمولز وسوينج سمولز بتاع الستيل والماسونري، يبقى ان في الاريا ستيل كده احنا جبنا الايكويفالنت بتاع الستيل ده كماسونري، ونضربهم في المسافه ما بين الستيل وما بين النيوترال اكسس سكوير. المسافه من الستيل اللي فوق كلها دي، والمسافه ديت كي اف دي، فالفرق ما بينهم هو المسافه اللي احنا عايزينها سكويرد. جبنا الانرشيا، يبقى ساعتها نحسب بقى المومنت. المومنت اسف نحسب الاسترس. الاسترس هيبقى المومنت في واي على اي. طب الواي بكام؟ هي المسافه بتاعت الكومبريشن، ده في الجزء الكومبريشن، يبقى الاسترس على الماكسيمم كومبريشن اللي هنا هيساوي المومنت في الواي دي اللي هي كي اف دي على الانرشيا. طيب الاسترس هنا هو الاسترس بتاع المومنت في الواي، بس الواي المره دي هي المسافه بتاعت من السنتر لغايه الستيل اللي هي كي ماينس كي دي على الانرشيا. بس كده احنا جبنا الاسترس على النقطه ديت وكانه ماسونري، فبالتالي الاسترس ده هيتضاعف بقيمه الان زي ما كنا بنضاعف الاريا، هنضاعف الاسترس، يبقى كده ده الاسترس في الستيل. وطبعا ده عشان يبقى سيف لازم يكون الاسترس في الماسونري اقل من الاولبل اوف ماسونري، والاسترس في الستيل اقل من الاولبل في الستيل، زي ما احنا اتفقنا من البدايه ان احنا هنعمل الديزاين بتاع الماسونري بالالاوبل ستيت. فبالتالي احنا بنجيب الاكتوال ستريس عند الماسونري، الاكتوال ستريس عند الستيل، ونقارنهم بالالاوبلز في الحالات دي. وهنفضل طول ما احنا بنشتغل في البندنج دوت او في الكروس سيكشنز اللي عليها اللي فيها رينفورسمنت، هنشتغل بالفيرست برنسبلز بالطريقه دي. فاحنا بقى براكتيكالي هنعمل ايه؟ هنفترض دايما ان الكي 0.3 بدل من 0.3.4 هناخدها 0.3. طيب لو الكي ديت ب 0.3 من الدريبس، يبقى المسافه دي كام؟ لو ده 0.3 والكمبريشن في تلته الفوقاني يعني ده يبقى 0.1، يبقى الباقي هنا ده كله 0.9. يبقى في ان كيس الكي 0.3 الجي ب 0.9. طيب الجي لو كانت الكي 0.4 هيطلع الجي ب 0.85، الفرق مش كبير. فبالتالي احنا دايما هناخد الكي 0.3 والجي 0.9 تسهيلا يعني للحسابات، وتطلع الدقه مش بعيد قوي يعني. وبعد كده نساوي بقى جزء الكومبريشن وجزء التنشن، ونطلع لو كان دوت السكشن ده عليه بيور مومنت، يبقى اكيد الجزء التنشن ايكوال الجزء الكومبريشن. فيبقى الاريا اوف ستيل في الاف ستيل ده الاستريس في الاريا، يطلع لنا التنشن فورس اللي هنا. طيب التنشن فورس اللي هنا دي بتساوي ايه؟ ام مومنت على الجي اف دي، لان احنا لو ده عليه بيور مومنت، يبقى بالتالي المومنت اللي عندنا بيساوي الكمبريشن او التنشن مضروبه في المسافه اللي ما بينهم اللي هي كان زمان الواي سي تي. فلو احنا بنحسب على التنسايل، يبقى التنسايل بيساوي المومنت على المسافه الجي دي. طب لو بنحسب على الماسونري، يبقى الاسترس بتاع الماسونري كله تساوي او الفورس كلها بتاعت الكومبريشن هتساوي الام على الجي دي. يبقى المومنت لما نقسمه على الدراع بتاع الكابل ده يطلع لنا الكومبريشن فورس والتنشن فورس. نساوي التنشن فورس بالاريا في الاف، نطلع الاسترس بتاعت الستيل. نساوي الكومبريشن فورس بكل الكومبريشن اللي في الحته دي، نطلع الاف بتاعت الماسونري، وكل مره نقارنها بالالاول. طيب الحته دي الكمبريشن بتاعتها بكام؟ اتفقنا الكمبريشن بيساوي ام على جي اف دي. طيب نحسبه بقى نص المساحه، بقى نص في كي دي في الاف ام اف ماسونري في طبعا عرض القطاع لجوه اللي هو هيبقى العرض ده. يبقى بالتالي المعادله ديت تحسب لي الاف ماسونري بكام، والمعادله ديت تحسب لي الاف ستيل بكام، وبالتالي اقدر احسب دي بالالابل ودي بالالابل. كل الخطوات اللي فاتت اللي كنا بنحاول نجيب بيها الكي والجي بدقه هنلغيها ونستعيض عنهم بالكلام دوت. طبعا لو انا فرض اصلا للجي 0.9، يبقى بالتالي الترم دوت سهل خلاص الحساب، يبقى بخطوه واحده تقدر تجيب الاف ستيل والاف ماسونري وتعوض وخلاص. الكلام ده بقى هيبقى ابليكابل على اي كروس سيكشن هيقابلنا بعد كده. يعني لو دي بيم يبقى تسليح البوتوم بتاع البيم وده الجزء الفوقاني، لو دي حيطه يبقى ده التسليح اللي في وسط الحيطه وده الكروس سيكشن بتاع الماسونري وهكذا. فالمثال مثلا اللي هنا دوت احنا عندنا بيم او لنتل. اللنتل الفرق ما بينها وبين بيم زي ما شرحنا قبل كده ان هي بتبقى صغيره وجوه الحته بتاعت الفتحات. طيب احنا بننفذ ده ازاي؟ اتفقنا ان احنا بنحط تسليح في البوتوم بتاع اخر بلوك من تحت، وبعدين نصب بلوكات
طبعا البلوك ده اتفقنا ان هو كان بيبقى يو شيب، او الواحد من تحت واللي فوقيه كلهم هولو بلوك، فبنصب الكلام دوت جراوت لغايه الدبث اللي انا عايزه. فممكن اصب بلوك واحد او اتنين او تلاته او اربعه، فيا اما الدبث ده يبقى بلوك واحد يعني ارتفاعه 19 سنتي، او اتنين بلوكس فارتفاعهم 39 سنتي، او وهكذا يعني. طيب الارتفاع بتاع البيم كلها 39 سنتي مثلا زي المثال دوت، يبقى الدبث على مسافه قد ايه؟ على حسب انا حاطط الستيل على ارتفاع كام من تحت، فبالتالي هو هيديهوني، فاما يديني الدبث مباشره يا اما يديني الارتفاع من تحت كام وانا صابب كام بلوك. طبعا الغلطه الشهيره ان انت تاخد الدبث بتاع البيم هو كل ده، انا مش شرط اكون صابب كل دي جراوت، انا ببقى صابب بلوك واحد او اتنين او تلاته على حسب. طيب اقرر منين اصوب بكام؟ احنا عارفين ان بالتقريب كده ان الدبث بتاع البيم عشان تبقى سيف في حاله السمبل بيم يبقى الطول بتاعها والسبان بتاعها على 10، فالسبان ده 3 متر على 10 يطلع 30 سنتي. طبعا انا ما عنديش 30 سنتي، انا عندي يا بلوك واحد يا اتنين يا تلاته يا اربعه، احنا شغالين بالبلوك، البلوك اولموست 20 سنتي، فالبلوك الواحد 19 اللي هم 20 ناقص المونه، البلوكين 39 اللي هو 40 ناقص المونه، وبالتالي اقرب حاجه لل 30 سم ديت هي 39 سم. يبقى بالتالي انا هصب التو بلوكس، ادي اول استنتاج. وبما ان انا هرص التسليح على 9 سم يبقى الدبث بتاع الكروس سيكشن ده 30 سم. طيب المومنت بكام؟ دبليو ال سكوير على 8، ف اما ان هو يديني يونيفورم لود او يونيفورم لود وكونسنتريتد لود، اي حاجه احسب عليهم القصص دي، او يديني المومنت جيفن. طيب هنفترض ان المومنت جيفن دلوقتي، فالمومنت بالرقم ده. طيب احنا بقى هنبدا من هنا، دي الجيفنز خلاص، نبدا نفترض، هنفترض ايه؟ الكي 0.3 وبالتالي الجي 0.9 وبالتالي الام على جي دي، ده بقى معروف خلاص المومنت جيفن، والجي انا فرضتها 0.9 والدبث 30 سم اللي احنا حسبناه من هنا اللي هو التو بلوكس ناقص ال 9 سم اللي جيفن فوق ديت. يبقى بالتالي انا عرفت الترم ده، الترم ده هساويه بحاجتين، مره هساويه بالستيل في ناحيه التنشن، ومره اسويه بالكونكريت في ناحيه الكومبريشن. فلو سويته بالستيل في ناحيه التنشن احط الالاوبل اف ستيل، وده هيبقى جيفن، هي 1400 للمايلد و 1800 للهاي تنسايل ستيل، ولكن هو هيبقى جيفن في المساله يعني، فاحط الاف ستيل الالاوبل، وبالتالي اعرف اطلع الاريا، اعمل الديزاين اللي انا عايزه. يبقى طلعت الاريا ستيل، احولها بقى لكام سيخ؟ يبقى انا هحط كام سيخ تسليح؟ 4 في 16 في البيم ديت عشان تبقى سيف في الناحيه دي. طيب المفروض ان انا اتشيك على الخرسانه ديت بعد ما البيم ديت اللي هي الماسونري اتشيك عليها شير واتشيك كومبريشن. خلينا في السهل الاول، تشيك كومبريشن الام على جي دي، ده اللي انا حسبته بدل ما كنت مسويه المره اللي فاتت او الخطوه اللي فاتت دي بالاريا ستيل في الاف ستيل، هسويه المره دي في المثلث بتاع الماسونري ستريس اللي هو نص في الاف بتاعت الاستريس، المثلث اللي كان عامل كده ده عندنا اف بتاعت الاستريس في الارتفاع بتاعه اللي هو الكيف دي في عرض القطاع بي. اطلع من هنا الاف ماسونري، الاف ماسونري دي المفروض الاستريس دوت يكون اقل من الالاوبل في الكومبريشن اللي احنا عرفناه من المحاضره اللي فاتت اللي هو الاف برايم ام على 3. تمام. طيب التشيك شير بقى، التشيك شير نفس الكلام، احسب الكيو على الاريا، الكيو دي اللي هي كام؟ نص اللود. انا عندي خلاص اليونيفورم لود اللي موجود على البيم ديت، فاقدر اطلع منها الرياكشن، الرياكشن دوت هو الكيو اللي هي الشيرنج فورس على عرض القطاع في الدبث بتاعه، كده انا جبت الايه؟ الشير ستريس. طيب الشير ستريس ده الالاوبل كام؟ الالاوبل واحد من دول. لو انا مش مستخدم ستيربس، لو كان طلع الشير ستريس اقل من واحد ونص، معنى كده ان هي سيف من غير ما استخدم ستيربس. لو هي ما بين الواحد ونص وثلاثة ونص ممكن استخدم ستيربس عشان تطلع صيف بقى، واحسب كمية الستيربس من المعادلة اللي انتوا عارفينها من زمان بتاعت الستيربس دي، بحيث ان الاريا دي هي الاريا ستيل بتاعت الستيرب، وده عدد الافرع بتاعت الكانة، وده الاف ستيل اللي هي بتاعت الستيرب اللي ساعتها هيبقى مايلد، فده يبقى 1400، ودوت العرض بتاع القطاع والاس السبيسنج ما بين الستيربس وبعضها. تمام. خلي بالك بس ان ال N دي مش هي ال N بتاعت الستريسز اللي هي يونج سمولس ستيل على يونج سمولس ماسونري اللي هي بتطلع من 20 تقريبا، دي نمبر اوف ستيربس اللي هو احنا اولموست في الماسونري بنستخدم ستيرب بفرع واحد، فيبقى احنا عندنا ديت في المعظم بواحد. يبقى انا لو احتجت ستيربس، لو طلعت الكيو شير ما بين الواحد ونص وثلاثة ونص، استخدم ستيربس واحسب عدد الستيربس او
المسافات ما بينهم، هطلع السبيسنج من المعادلة ديت واقول ان انا عندي مثلا ستيرابس كل 200 مللي 20 سنتي، يبقى انا عندي 5 ستيرابس في المتر على حسب بقى الاريا اللي انا حطيتها، 8 ولا 6 ولا اي حاجة. طيب لو كان بقى الشير ستريس اكبر من 3.5، معنى كده ان هو ما ينفعش الدبث بيبقى بالشكل دوت، لازم اكبر الدبث عشان يطلع الشير ستريس سيف. يبقى بعد ما حسبت في الخطوة اللي فاتت خالص ان جبت الاف ستيل في الاريا ستيل، فحسبت الاريا ستيل اللي انا محتاجها كام، وحطيت التسليح للكاميرا ب 4 في 16، اتشيك شير واتشيك كومبريشن بالمعادلتين دول، ولازم اسيف الشير، اما يكون هو مش محتاج ستيرب وده المعظم، او يكون محتاج ستيربس واقوم حاسبها، او اقول ان الدبث ده مش كافي فاكبر الدبث عشان اسيف الشير، وطبعا الكومبريشن نفس الكلام. طيب لو احنا عندنا بقى ديت ما هياش كاميرا، احنا هنصمم دلوقتي بيرنج وول. بيرنج وول دي معناها ان هي اما عليها لود اكسيال كومبريشن، او عليها لود اكسيال كومبريشن ومومنت، او عليها بيور مومنت، ال3 حالات. طيب نرجع تاني، الفكرة دلوقتي هو نفس الكروس سيكشن اللي احنا بنتكلم فيه، فيه ستيل وهو ميسونري كروس سيكشن كراكد، وادي المثلث المشهور والتنشن وكل حاجة. الفرق بس ما بين هنا وما بين البيم ان الدبث دايما نص التي وول، دايما احنا عشان نسلح اي حيطة هيبقى السيخ في نصها، ما اقدرش احط السيخ على طرف وطرف تاني، لان لو ديت اوت اوف بلين وهيحصل لها بيندنج اوت اوف بلين، انا ما بقاش عارف احط السيخ ده الا في نص السل، ما اقدرش ارحله يمين او شمال. طيب يبقى بالتالي في اي وول الدبث بتاعنا بكام؟ بنص التي وول، نص تخانة الحيطة. وطبعا الفرضية بتاعت الكي 0.3 اللي بتطلع الجي 0.9 لسه ابليكابل هنا، وبعدين اساوي بنفس الهيصة اللي حصلت قبل كده، الام على جي دي دوت هيطلع التنشن فورس او الكمبريشن فورس، فساوي التنشن فورس بالاريا ستيل اف ستيل، والكمبريشن فورس بنص اف ام في الكي دي في البي، ماشي كده؟ طيب لو كان هي بقى الحالة التانية ان احنا عندنا اكسيال لود، اللي فاتت دي كان عليها مومنت بس، لو كان عليها لود بس، احنا فاكرين الاكسيال ستريس الالاوبل اللي كنا حسبناه في الان رينفورسد ماسونري، كان الترم ده مضروب في الاتش على مش عارف مين، الحاجة ليها علاقة بيه الاتش والار، فاكرين انتوا الكيرف اللي كان طالع ليهم معادلتين مختلفين على حسب السلندر ريشيو بتاعة الحيطة، ولكن المرة دي هيزيد عليه الستيل كونتريبيوشن. المرة اللي فاتت كانت دايت بلين خرسانة ما فيهاش تسليح ان رينفورسد، فبالتالي كان الترم دوت نص او ربع، اسف ربع في اف برايم ام في القصة دي، وكنا دوت بنطلع منه الاف اي كابيتال اللي هو الالاوبل اكسيال لود اللي يقدر يشيل الان رينفورسد الالاوبل اكسيال ستريس. هنا بقى احنا عشان نحسبه لود ضربنا جوه في الاريا بتاعت ميسونري، ونفس الكلام الجزء بتاع الستيل هيبقى اف ستيل في اريا ستيل في جزء اللي يحولها للالاوبل. المهم برضو نفس الكلام، المعادله ديت هتبقى جيفن في الامتحان، وبالتالي انا اقدر احسب الالاوبل اكسيال لود من هنا. طيب الاكتشوال كام؟ هيبقى في الغالب يا اما جيفن يا اما هيديك يقول لك احسب بقى الاون ويت بتاع الحيطه والكلام ده، وقارن دوت بدوت. وكل الصعوبه في الموضوع هنا ان انا اعرف هو كام الكي اتش على ار ديت، اتفقنا قبل كده ان الكي في كل الميسونري بواحد، الاتش هي ارتفاع الحيطه لو كانت كانتليفر، لو كانت سمبل بيم، لو كانت سمبل بيم الاتش دي هتبقى هي ارتفاع الحيطه بالظبط، لو كانت كانتليفر هيبقى ارتفاع الحيطه مضروب في 2. خلونا نشوفها كده، لو انا عندي دلوقتي سمبل بيم اهو، الحيطه دي سبورتد فوق وتحت، وبالتالي الارتفاع بتاعها بتاع الباكلينج هيبقى هو المسافه دي بالظبط، لان شكل الباكلينج هيبقى عامل كده. طيب لو انا بقى عندي كانتليفر، بما ان في الكانتليفر شكل الباكلينج هيبقى عامل كده، فانا كاني عايز واحد تاني تحتيه عشان اوصل لنفس الشكل بتاع الاخ ده، وبالتالي الاتش اللي انا هحسبها هتبقى ضعف الحيطة.
عشان شكل الباكلينج هنا بتاع الحيطة دوت ما هواش زي السيمبل بيم. يعني في الاخر ان الاتش بتاعت الباكلينج اللي انا حسبتها في اتش على ار دي، لو كانت الحيطة ديت سيمبل بيم هاخد الاتش زي ما هي، هي ارتفاع الحيطة. يعني لو كانت سبورت على بيم من فوق بيم من تحت يبقى خلاص كده، لو كان سور متثبت من تحت بس يبقى الاتش اللي انا هحطها هنا هي ضعف الارتفاع. تمام، دي اول نقطة. تاني نقطة الار، الار دي حسابتها بتيجي ازاي؟ الار ديت هي ضعف دي هي روت الاريا، روت الانيرشيا على الاريا، واخدناها المرة اللي فاتت. يعني لان المفروض ان الانيرشيا بتساوي الاريا في ار سكوير، يبقى بالتالي الار هي روت الانيرشيا على الاريا، والكيب واحد. احنا هنعوض بقى في المعادلة، لو طلع القصة دي اقل من 99 نخش في المعادلة الاولانية، اكبر من 99 نخش في المعادلة التانية، وبالتالي خلاص سهل بعد كده ان انا اطلع البي الاوبل اقارنها بقى بالاكتشوال. طيب هنا بقى الجزء الصعب، لو انا عندي مومنت واكسيال لود، خلينا نشرحها كده وبعدين هنحل عليها ان شاء الله في التوتوريالز. يعني طبعا لو انا عندي مومنت واكسيال لود، كنا احنا بنصمم ده في الخرسانه ان انا بدخل جوه انتر اكشن دايجرام. خلينا الانتر اكشن دايجرام ده ازاي؟ ده كده هو المومنت والرأسي هو اللود. طيب لو احنا افترضنا ان انا عندي بيور مومنت، هحسب الهيصه دي ازاي؟ هو سيف على انهي مومنت؟ هيبقى الكيس بتاعت البيور مومنت اللي خدناها في الاول خالص، ام في واي على اي، واشوف الستيل دوت يجيب قد ايه. فانا لو عندي كروس سيكشن فيه تسليح بشكل معين اقدر اطلع الالاوبل مومنت لو كان عندي مومنت بس، فانا اقدر اجيب النقطه دي، النقطه اللي ما فيهاش اللي فيها زيرو لود يبقى قصادها كام مومنت سيف. دي احنا اخدناها قبل كده. والخطوه والكروس سيكشن نفسه دوت لو كان عليه بيور لود مفيش مومنت، يبقى انا اقدر اطلع النقطه دي من المعادله اللي فاتت على طول، البي الاوبل بكام؟ اخش في واحده من المعادلتين على حسب كيف اتش على ار واطلع الاوبل اكسيال لود لو كان بيور مفيش مومنت معاه. يبقى بالتالي النقطه دي اللي هي تقاطع مع المومنت والنقطه اللي فيها التقاطع مع الاكسيال لود، الاثنين دول سهلين، فممكن ببساطه اكتفي بالنقطتين دول. طيب هو انا الاكتوال بتاعي كام بقى؟ الاكتوال بتاعي هيبقى نقطه ما في الحته دي. طيب الحته دي طالما انا عندي قيمه المومنت بتاعي قصاده اللود بتاعي طلع التقاطع هنا جوه الانتر اكشن دايجرام دوت، يبقى المنطقه دي هي المنطقه السيف. لو طلع اللود بتاعي مومنت كبير قوي واكسيال اللود صغير بالشكل ده، او حاجه هنا اللود كبير قوي مع مومنت، يبقى دول انسيف، يبقى دي انسيف. نفس الكلام هنا، لكن اي حاجه جوه المنطقه هنا سيف. يبقى انا وظيفتي الاولى بقى زي ما قلنا كده في الالاوبل ديزاين، انا عايز ارسم مين؟ عايز ارسم على الانتراكشن دايجرام ده الجزء الالاوبل. هو مين الالاوبل؟ الالاوبل هو الكيرف ده، ده الالاوبل، اي نقطه جواه، اي نقطه جوه في الحته دي يبقى تمام. اي حاجه جوه هنا في المنطقه اللي جوه يبقى كده ما فيهاش مشكله، اللي يجي بره الانتراكشن دايجرام يبقى هو اللي فيه مشكله. طيب ازاي ارسم دوت؟ انا اقدر احسب النقطه دي اللي هي فيها مومنت فقط، لو كان القطاع ده عليه مومنت بس اقدر احسب المومنت اللي يقدر يستحمله، لو كان القطاع ده عليه اكسيال لود بس اقدر احسب الاكسيال لود اللي يقدر يستحمله، وبالتالي انا كده عرفت نقطتين. في نقطه ثالثه سهله وبعد كده ممكن نكتفي بالنقط ديت. يبقى انا احسب الاول النقطه الاولانيه والثانيه دول. طيب النقطه الثالثه بقى اللي هي المفروض سهله برضو، هي النقطه بتاعه البالانس، ان انا يحصل لي بالانس الكروس سيكشن دوت، ان الكروس سيكشن دوت يوصل للماكسيمم كومبريشن بتاع الفيلير وتنشن مع بعض. يعني ايه بقى الكلام دوت؟ ان هو يحصل له هنا
الفورس الاستريس على النقطة الأخيرة فوق ديت بالظبط تكون اف برايم ام على 3، والتنشن اللي هنا يبقى الاريا في الاف ستيل الالاوبل بالظبط، وده يحصل في نفس الوقت. هو المومنت ده بكام بقى؟ طيب الأول نحسب هي فين الجزء بتاع الكي دي عشان أعرف أحسب المومنت. ففي بقى كده إثبات طويل قوي عشان نقدر نحسب الكلام ده، وتطلع لك إن الكي عشان تبقى بالانسد بحيث إن يبقى الكومبريشن زون والتنشن الاتنين يحصل لهم فيلير في نفس الوقت، تطلع الكي بالمعادلة دي، اف بتاعة البندنج والاف بتاعة الستيل على انه يعني هتعوض في المعادلة دي تعرف الكي بالانس. لو انا عرفت الكي بالانس بكام اقدر من الكي في دي ديت استنتج الجي، وبالتالي اقدر احسب المومنت والاكسيال فورس. لو كان هو دوت الكي البالانسد يبقى التنشن والكمبريشن سهل يتحسبوا دلوقتي. التنشن هو الاريا ستيل في الاف ستيل، الكمبريشن هو نفس المعادله اللي فاتت بس المره دي الكي بقت هي بالكي بالانس، والاف هي بالظبط في الاف برايم ام على 3 اللي هي الكمبريشن ماكسيمم كومبريشن الاوبل في الميسونري. يبقى بالتالي الكمبريشن بقت معروفه دلوقتي. احنا قبل كده كنا بنعوض عشان نطلع الاف ماسونري من هنا، لكن المره دي انا افترضت البالانسد عشان اعرف احط الاف باف ماسونري بالظبط، اف ماسونري على 3 بالظبط. طيب لو ده كومبريشن وهنا تنشن، القطاع دوت الكومبريشن مش قد التنشن لان هو عليه اكسيال لود مع المومنت، فبالتالي الاكسيال لود بيساوي كام؟ الفرق ما بين الكومبريشن والتنشن. المومنت بيساوي كام؟ هو المومنت اللي هيعمل الكومبريشن حوالين السي جي والتنشن حوالين السي جي، فاجمع الكومبريشن يتضرب في المسافه بتاعته والتنشن يتضرب في المسافه بتاعته. كل ده انا فارض ان يحصل ان عندي بالانسد بوينت، وبكده عندي 3 نقط. يبقى عندي نقطه اولانيه سهله هي البيور مومنت، وعندي نقطه تانية سهله هي البيور لود، وعندي نقطه ثالثه اللي هي البالانسد بوينت. ودول كده جزء من الانتراكشن دايجرام. الانتراكشن دايجرام المفروض مكمل كده، وبالتالي انا هختصر الزون الالاوبل للحته دي بس، مش لازم بقى بقيه الانتراكشن دايجرام. فلو انا جوه المنطقه دي يبقى ده سيف، لو طلعت براها يبقى ان سيف. يبقى انا هحل المساله بقى بتاعتنا ازاي؟ ده الانتراكشن دايجرام المفروض يترسم. فحل المساله المفروض يبقى كالاتي: احسب البيور مومنت كان القطاع عليه مومنت بس، طبعا القطاع جيفن يعني، واحسب البيور اكسيال لود وكأن القطاع عنده اكسيال لود، واقوم موصل الخط ده ما بين البيور مومنت والبيور اكسيال لود قبل ما احسب الكي بالانس، ويبقى كده لو بالزون عندي هي الحته دي. لو طلع لي النقطه بتاعتي هنا يبقى خلاص كده انا ايه سيف، احط الاكتوال مومنت والاكتوال لود اللي موجودين على القطاع، ووقع النقطة بتاعت اللود مع المومنت، وبالتالي ده كده الاكتوال بتاع القطاع. والالاوبل انا كنت حاسب بس النقطتين دول لغاية دلوقتي، البيور مومنت والبيور اكسيال لود، وراسم ده، وبالتالي دي سيف. طيب لو طلعت مش هنا، طلعت هنا، احسب البالانسد وبعدين ارسم الخط ده، وبالتالي السيف دلوقتي يبقى هو المنطقة دي كلها، وطلعت النقطة دي سيف. طيب لو طلعت اكبر من كده وانا بحسب مانيوالي، انا مش عارف بقى هو الانتراكشن دايجرام ده والحسابات بعد البالانس هتبقى صعبة شوية، فاحنا هنكتفي لغاية هنا واقول ان دي ان سيف خلاص، ولازم اغير القطاع دوت عشان يسيف دلوقتي. فيبقى الانتراكشن دايجرام الخطوة الاولى ان انا احاول اخلي الانتراكشن دايجرام صغير بس، الاكسيال مومنت مع البيور مومنت مع البيور اكسيال لود، واشوف انا سيف ولا انسيف. لو طلعت انسيف احسب البالانسد يمكن تسيف، طلعت انسيف يبقى خلاص انسيف. ده اقصى حاجه احنا هنعملها في الامتحان، لكن انت ممكن في العادي تقعد تفرض قيم للكي. لو الكي 0.1 القطاع دوت يشيل قد ايه، لو الكي دي 0.2 القطاع ده يشيل كام، واقعد ارسم. طبعا ده على اكسل شيت او على برنامج بسيط ممكن يتعمل. فترسم الانتراكشن دايجرام ده للكروس سكشن وتشوف انت في المنطقه السيف ولا لا. كده يعني احنا غطينا الديزاين بتاع البيمز لو كانت عليها بيور مومنت، والوول لو كان عليها بيور مومنت ومفيش فرق كبير ما بين الاثنين دول وبعض.
الفرق الوحيد ان الوولز دايما تسليحها في نصها، وكمان غطينا لو كان الحيطة دي عليها اكسيال لود رأسي بس ما فيهاش مومنت، وبالتالي انا هحسب الاكسيال لود الالاو بالوقارن وخلاص. ولو كان بقى فيه كومباينيشن مضطر ان انا احسب انتراكشن دايجرام في كيسز مختلفة، كيس ان مفيش اكسيال لود واطلع نقطة بتاعة البيور مومنت، وكيس التانية عكسها اطلع نقطة بتاعة البيور اكسيال لود واشوف السيفتي، او اضطر ان انا احسب نقطة كمان بتاعة البالانس بوينت واشوف السيفتي واحكم على القطاع دوت هو شكله عامل ازاي. وبكده احنا يعني خلصنا المنهج بتاعنا، وان شاء الله يعني ايه تستفيدوا من التوتوريالز اكتر، وويلكم يعني الاسئلة في اي وقت على الحاجات اللي نزلت لكم ديت. بالتوفيق ان شاء الله.